هاي. قبل ما يوصل الإنسان على الفضاء كانت الحيوانات هي الرواد الأوائل لرحلات الفضاء. أطلق أول حيوان للفضاء سنة 1947 وكان ذبابة الفاكهة لتحديد التأثير المحتمل للإشعاع الكوني على رواد الفضاء، وتم تحميل صاروخ بذباب الفاكهة يلي رجعوا للأرض على قيد الحياة. 32 قرد وقردة طلعوا على الفضاء، وقسم منهم فارق الحياة قبل العودة على الأرض، وقسم حالفوا النجاح ورجع. أول فار زار الفضاء سنة 1950 ووصل لارتفاع 137 كيلومتر، لكنه مات لما تحطم الصاروخ بسبب فشل المظلة. زار عدد من الكلاب الفضاء بعهد الاتحاد السوفيتي، الأكثر شهرة كانت لايكا سنة 1957 ويلي أرسلت على الفضاء مع أكسجين كافي لسبعة أيام ووجبة واحدة، لكنها ماتت بعد 5 ساعات من انطلاق الرحلة بسبب الحرارة. مين قال إنه في أسماك، زلاحف، ديدان وعناكب زاروا الفضاء؟ أنا قال. أشوفكم بكرة.